طيب سيادة النائب، أي حزب سياسي بيكون لديه طموحات، بما إنك أسست حزب وبما إنكم لديكم حزب فبالتالي لديكم طموحات سياسية في المستقبل. ما هي طموحات أحزاب حزب مستقبل وطن في المستقبل؟ يعني قد يكون الطموح الأول إن الشارع يحس بينا ويعرف إن إحنا بنشتغل لمصلحته، وإن إحنا يعني نسعى دايما زي ما أحمد بيه تفضل، بداية من التوعية إلى لمس القضايا اللي بتمس المواطن في كافة النواحي. يعني أحمد بيه ذكر عدد من الأمور، في أمور أخرى كثيرة الحزب بيقوم بيها، بنحاول إن احنا نشوف إيه اللي نقدر نعمله ونساعد مباشرة فيه، إلى جانب طبعا الأجندة التشريعية اللي احنا بنحاول من خلال تعديل التشريعات، تغيير التشريعات بحيث انها تبقى ماشيه مع متطلبات المواطن، مع متطلبات العصر، ان احنا نفعلها داخل مجلس النواب. فهذه النقاط الثلاث، بدايه من التوعيه، مرورا بالتفاعل على في الشارع مع المواطن في جميع القضايا اللي بتمسه زي ما تفضل زميلي وذكر بعضا منها، الى جانب التشريعات، ده قد يكون هدفنا، لان ده لما المواطن هيشعر بيه هيدي ثقل للحزب في الشارع، هيدي ثقل بلا شك، بتفق مع حضرتك 100%، وهيدينا كمان شكل اوسع وانتشار احسن، وده اللي احنا بنسعى اليه ان شاء الله باذن الله. ولكن حضرتك لم تجيب على سؤالي. اللي احنا بنسعى اليه، احنا بنسعى لان احنا انا بتكلم على المستقبل السياسي للحزب، ما هي طموحات الحزب على المستوى السياسي؟ المستوى السياسي تمثيل اكبر تحت قبة البرلمان على سبيل المثال، اكيد اكيد، يعني واحنا داعمين للدوله المصريه. عدد اعضاء الحزب، عدد اعضاء مجلس النواب الممثلين للحزب تحت قبة المجلس قد ايه؟ هم زي ما هم. كام؟ لا، العدد الحمد لله يعني ممثلين مستقبل وطن معروفين في المجلس.